يلا 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 قومي، هلأ بتتأخري على الشغل. لا أختي، أنا اليوم أخذت إجازة. الله بيعلم ايمتى رجعتي. بابا ضل ناطرك للساعة 2 بالآخر، المسكين غفي وهو قاعد على الصوفاي، والصبح كمان صار علنا مخنا على فطور. لك يلا يلا لك يا يلا يلا قومي بقى. شو هاد؟ شو عم تعملي انت فينا يا مجنونة؟ هذا فستان طالب خانو. لك خلص راسي رح ينفجر، لا تعلي صوتك. كيف بتسمحي لحالك تاخدي فستانة لطالب خانو وتلبسيه؟ ايه فهمنا، يعني خربت الدنيا اذا استعرنا. شو هالقصة هي؟ في عندها مليون فستان بخزانتها، رح رجع لها اياه. إذا ما استأذنتيها بتكون سرقة. يلا اشلحي لها. شو لك تركي؟ ايه؟ لبستي على ايدي اللي حقه مليون دولار ولا نسيتي؟ استأذنتي منا شي واتا؟ أخذتي الإذن؟ يا الله أنا عن جد ماني مصدقة. أنت عن جد سارقتي ومو مستحية؟ معقول مانك مستحية إنك سارقة فستانة؟ اسمعيني منيح، أوام اعتذري مني على السريع، عم تسمعي؟ أنا أختك الكبيرة، تحترمي حالك منيح معي. تركيني يا أنا، تعتذري. تركيني، بدك هلا تشلحي لهذا الفستان وترجعي لها إياه فورا. ولا رح تركيني يا مجنون. شو في انت وياها؟ سواتكن لاخر القصر. يا الله بابا ما في شي. شو ما بتعرف على جوري؟ اصلا طول الليل عم بشتغل، انت بتعرف اجيت وش الصبح وانا رح اموت من كثر التعب. الله وكيلك يا بابا، والله مالي متحمله حالي على قد مو تعبانه. بتقوم بتجي حضرتها وبتهجم علي إلا بدها تفيقني غصبا عني. ايه بس يا بنتي ما بصير تصرخوا هيك. ليكي يولا، مشان موضوع التأخير بالليل أنا هيك ما بيمشي الحال معي بنوب. مو شايفة كيف صايرة؟ يا لطيف، لك أنت عندك الكذب مثل شرب المي. أنت وحدة شيطانة. خلصينا، رجعيون. ما دخلني أنا، ما بقدر أنا أخذهم. أنتي روحي رجعيون مثل ما أخذتيهم. أوف يا جوري، لك أنتي ما فيكي عقل بالمرة. قليلي أنا كيف بدي فوت على أوضتها؟ تخيلي لو هي كانت بالبيت أو خالدة شافتني مثلا وأنا فايتة. أنتي بلا ما حدا يحس فيكي بتفوتي بترجعي. خلصت القصة أختي. طيب ليه ما حكيتي هالحكي وقت سرقتي؟ يلا روحي رجعي مثل ما أخذتي. ايه موافقة، ماشي بتصرف. بس اذا مسكتني هالحقيرة مو بس انا لحالي، انتي كمان بتروحي فيها. انتي رح تتحاسبي على اللي صار مو انا، وبتقوم القيامة وبابا اكيد رح يعرف. انا بس عم نبهك.